الكتب المقدسة إلى سفر ميخا، ميخا الأصحاح الخامس، ميخا أصحاح خمسة. إذا ما بدك تسمع الكتاب المقدس فيك تسمع هالآيتين، مش رح أقرأ غير آيتين من بداية الأصحاح الخامس. بيقول: الآن تتجيشين يا بنت الجيوش، قد أقام علينا مترسة، يضربون قاضي إسرائيل بقضيب على خده. أما أنت يا بيت لحم أفراتة، وأنت صغيرة أن تكوني بين ألوف يهوذا، بين ألوف يهوذا، فمنك يخرج الذي يخرج لي الذي يكون متسلطا على إسرائيل، ومخارجه منذ القديم منذ أيام الأزل. بيت لحم، قصة. عندما نذكر قصة الميلاد لابد أن نذكر هذه البلدة التي دعيت باسم بيت لحم. نعيش في الأيام التي فيها نسمع ترانيم كثيرة، حتى عندما تدخل للأسواق تسمع ترانيم عن بيت لحم وقصة بيت لحم. والحقيقة أن قصة بيت لحم هي قصة زمان في مكان محدد، قصة مكان محدد في الزمان. عندما يكتب ميخا هذه النبوة فإنه يكتب عن ميلاد الرب يسوع المسيح، يكتب بالنبوة وبروح الله عن المكان الذي يولد فيه الرب يسوع المسيح. عندما نفتكر في بيت لحم نفتكر في مكان ولادة الرب يسوع المسيح، وهذا التاريخ الذي صار فعلا اليوم لا يحكي إلا من غير تاريخ البشرية بأسرها. فانقسم التاريخ إلى ما قبل الميلاد وما بعد الميلاد. فعلا حضوره أعطى لهذه البلدة يعني اسم عظيم جدا. لكن خلوني أقول أحبائي بأن بروح النبوة أيضا بيت لحم التي معناها بيت الخبز، أعطى الله نبوات كثيرة عنها ربما لا نلاحظها عندما نقرأ الكتاب المقدس، لكننا نستطيع أن نتعلم بعض الأشياء من معاني الكلمات. أنت يا بيت لحم أفراتة، بيت لحم كما قلت هي بيت الخبز أو بيت البركة، كما أيضا أفراتة معناها المكان المثمر، المكان المثمر. قديش حلو فعلا أنه نسمع كلمات الرب يسوع المسيح في هذه المناسبة الذي قال فيها في يوحنا أصحاح 6 عدد 35: أنا هو خبز الحياة، من يقبل إلي فلا يجوع، ومن يؤمن بي فلا يعطش أبدا. هو الذي وعد أن كل من يأكل من هذا الخبز لن يجوع أبدا، بل أنه يشبع كل حي رضا، كما يقول الكتاب عنه في سفر المزامير أصحاح 107 في المزمور 107، يقول: لأنه أشبع نفسا مشتهية وملأ نفسا جائعة خبزا. نعم، بيت لحم ذكرت في الكتاب المقدس في المرة الأولى في سفر التكوين أصحاح 35. إذا بترجع معي لسفر التكوين أصحاح 35 رح نشوف الذكر الأول، وهذا مهم جدا في دراسة كلمة الله. عندما ترد الكلمة للمرة الأولى في الكتاب المقدس لابد أن هناك درس لابد أن نتعلمه من كلمة الله. مبادئ تفسير كلمة الله تقول أنه هذا مبدأ الذكر الأول or the principle of first mention. وأول مرة ذكرت مدينة بيت لحم ذكرت في تكوين أصحاح 35. لاحظ معي من عدد 16 تكوين 35 يقول: ثم رحلوا من بيت إيل، أي يعني يعقوب عندما ذهب من بيت إيل مع كل عائلته، يقول: ولما كان مسافة من الأرض بعد حتى يأتوا إلى أفراتة إلى الأرض المثمرة، ولدت راحيل وتعسرت ولادتها. وحدث حين تعسرت ولادتها أن القابلة قالت لها: لا تخافي، لأن هذا أيضا ابن لك. كان لها ابن أول وهو يوسف، وهذا الابن الثاني الذي ولدته، وكان عند خروج نفسها لأنها ماتت أن دعت اسمه بن أوني، وأما أبوه فدعاه بنيامين. فماتت راحيل ودفنت في طريق أفراتة التي هي بيت لحم، فنصب يعقوب عمودا على قبرها
وهو عمود قبر راحيل إلى هذا اليوم. نعم أحبائي، هناك نرى القصة الأولى لبيت لحم. هناك ولدت راحيل وتعسرت ولادتها، ولذلك دعت اسم هذا الابن ابن أوني، أي ابن حزني. لكن يعقوب رفض أن يسميه ابن أوني، لكن سماه بدل بن أوني سماه بن يامين، أي بن يميني، بن قوتي، بن عزي، بن فخري. نعم، إنها قصة النبوة عن ولادة الرب يسوع المسيح، لأن كل ما عمل الرب يسوع المسيح جاء متنبئا عنه في كل روح النبوة. وروح النبوة كما يقول الكتاب لنا هو روح يسوع المسيح. نعم، عندما ولد في هذه الأرض فإنه ولد في ألم عظيم، لم يكن له مكان، كما يقول الكتاب إن ابن الإنسان لم يكن له أين يسند رأسه. إنه كان رجل الأحزان. نعم، عند ولادته جاءوا إليه من سائر المشرق، جاء حكماء بني المشرق وقدموا له ذهبا ولبانا ومرا. تخيل معي أن عند ولادة طفل يقدم له هدية من أجل التحنيط. المر هو الشيء الذي كان يضعوه مع الشخص الميت، ولذلك علموا بأنه قد جاء ليموت. جاء ليموت ليس من أجل نفسه، إذ عندما دخل العالم دخل العالم بطريقة فريدة من نوعها، لم يسبق أن يدخل أي إنسان لهذا العالم في هذا الشكل، ولم يسبق لأي إنسان أن يولد في هذا الشكل. إنه نسل المرأة الذي تنبئ عنه في تكوين أصحاح 3 عدد 15، الذي قال عنه الكتاب نعم سوف يسحق عقبه، أي سوف يموت على الصليب، لكنه سيسحق رأس الحية، لأنه هو ذراع قوة الله الذي يصنع خلاصا أبديا. نعم أحبائي، عندما ولد في هذا العالم تنبأ سمعان أيضا وقال لمريم العذراء التي ولدته، وأنت أيضا يجوز في نفسك سيف، لأن هذا قد وضع لقيام كثيرين ولعلامة تقاوم. أحبائي، ليس فقط كان هو رجل الحزن، يقول عن مريم أنها كانت تحفظ كل هذه الأمور في قلبها، لكن أيضا أحزاننا حملها وأوجاعنا تحملها، ونحن حسبناه مصابا من الله ومضروبا مذلولا من أجل معاصينا. تأديب سلامنا عليه وبحبوره شفينا. نعم، إنه كان ابن الحزن، لكن الرب رفض أن يقول أنه ابن حزني، لكنه سماه بنيامين، ابن يميني، ابن قوتي، ابن عزي وفخري. لكن أحبائي نرى أيضا في هذه النبوة بأنه عندما الرب يسوع المسيح بعدما صنع بنفسه تطهيرا لخطايانا جلس في يمين العظمة في الأعالي، وكما يقول كاتب رسل العبرانيين أيضا وأما رأس الكلام فهو أن لنا رئيس كهنة مثل هذا قد جلس في يمين عرش العظمة في السماوات. وأيضا يقول في عبرانيين 10:12 وأما هذا فبعدما قدم عن الخطايا ذبيحة واحدة جلس إلى الأبد عن يمين الله. إنه بن عزه وفخره، إنه رسم جوهره والحامل كل الأشياء بكلمة قدرته، إنه رب المجد وليس سواه. بيت لحم تحكي قصة عجيبة جدا.
معناها بيت الخبز. أفراتة الأرض المثمرة، فيها ولد هناك أول من ذكر اسمه بن الحزن، لكنه صار بن العز والفخر، بن القوة، إذ قام أيضا من الأموات وضمن لنا القيامة من الأموات. نعم، عندما يتكلم عن القاضي الأول الذي من بيت لحم يذكر اسمه بأنه إبصان، يقول عن قاضي قاضي إسرائيل في بيت لحم اسمه إبصان، والرب يسوع المسيح أيضا هو القاضي العظيم، يقول عنه في سفر الرؤيا صح 19-15: من فمه يخرج سيف ماض لكي يضرب به الأمم، وهو سيرعاهم بعصا من حديد، وهو يدوس معصرة خمر سخط وغضب الله القادر على كل شيء. إنها قصة مكان محدد في الزمان، لكنها أيضا إنها قصة مخطط الله الذي بان، ليس فقط قصة مكان في زمان، لكنها قصة مخطط الله الذي بان في ملء الزمان. نعم، مكتوب: ولما جاء ملء الزمان أرسل الله ابنه مولودا من امرأة، مولودا تحت الناموس، اللي يفتدي الذين هم تحت الناموس. إنه الوعد الذي وعد الله به منذ بداية التاريخ، منذ فجر معرفة الإنسان للخطية وسقوط الإنسان في جنة عدن، عندما عصى أبوين الأولين آدم وحواء أمر الله في أنهما أكلا من شجرة معرفة الخير والشر التي نهاهما الرب عن أن لا يأكلا منها. في ذلك اليوم كما قال الرب: يوم تأكل منها موتا تموت. بتقول فعلا صار مثل ما الشيطان قال، لم يموتا. نعم أحبائي، الله أدخل الموت في نفس اليوم. ما هو الموت؟ الموت هو عبارة عن انفصال. لما بنقول فلان مات معناته انفصلت روحه عن جسده، والإنسان في يوم التي أكل من الشجرة مات. ليش؟ لأن الله فصله عن الشركة معه، طرده من جنة عدن وأقام شرقي جنة عدن الكروبيم لئلا يرجع الإنسان ويدخل ويأكل من شجرة الحياة فيحيا إلى الأبد في الخطية، لأن الله كان عنده مخطط، والله وضع الخطة، والخطة معروفة من زمان كتير، من قبل فجر التاريخ، من الأزمنة الأزلية. خطة الله هي فداء الإنسان، ولذلك عندما سقط آدم وحواء في الخطية أعلن الله هذا الوعد: يأتي نسل المرأة الذي سوف يسحق رأس الحية، يأتي الفادي الذي سوف يهزم إبليس وأعمال إبليس، لأن إبليس هو الذي ضل غوى حواء وأضل آدم، وهكذا أسقط الإنسان في الخطية التي هو كان قد سقط فيها. لكن الله لم يسمح أن يبقى الإنسان في الخطية، وعمل الرب مخطط، وهذا المخطط ابتدأ أن يشرحه لبني الإنسان حتى أن الإنسان يستطيع أن يعرف كيفية الاقتراب والرجوع والمصالحة مع الله. فعندما صنع البشر مآزر لأنفسهما، عندما صنع آدم وحواء مآزر لأنفسهما من أوراق التين، لم تستطع ما عملته أيديهما أن تستر عورتهما، لكن الرب هو الذي صنع السترة، لأن الله هو الذي يعطي الكفارة. الكفارة معناها غطاء، عندما يكفر عنا كما كان يصنع في العهد القديم، كان يرش الدم على كرسي الرحمة على المذبح، هناك كان هذا الدم يعمل عبارة عن غطاء للناموس الذي يعلن بأننا نحن خطاة، وهكذا الرب عمل أيضا كفارة، أي غطاء لخطايانا. يقول الكتاب المقدس: صنع الله أقمصة من جلد وألبسهما.
لكي يصنع الرب أقمصة من جلد كان لابد أن يذبح حيوانا، فذبح ذلك الحمل وصنع من جلد الحمل أقمصة لكي يستر خطية وعورة آدم وحواء. وهكذا نرى بأن الله هو صانع الكفارة، هو الذي يدبر الخلاص. كان هذا مخطط الله من البداية. ومن أجل ذلك عندما ولد رجل الأحزان يقول الكتاب المقدس عنه بأنه هو حمل خطايانا في جسده على الخشبة. نعم، لأننا كلنا كغنم ضللنا. ما تقول لأنه آدم أخطأ أنا شو ذنبي، لا 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 لا، خلينا نسمع شو هو شعب العهد الذي بيقول: كلهم كآدم تعدوا عهدي، كلنا كغنم ضللنا. بولس الرسول يقول إذ الجميع أخطأوا وأعوزهم مجد الله. ليس من يعمل صلاحا، ليس بار، لا ولا واحد. من أجل ذلك الله هو الذي دبر خطة الخلاص. كلنا كغنم ضللنا، ملنا كل واحد إلى طريقه، وكل واحد عنده طريقة بخطاياه. بتقول أنت الله يستر من خطاياك، بس خليني أذكرك بأنه كلنا بالهوى سوا، كلنا في الموازين إلى فوق. يمكن أنت ما بتحكي كلام عاطل، لكن أنت عندك شهوة، الله يستر. يمكن أنت ما بتسكر وبتضحك على الذين على اللي بيسكروا، لكن أنت بتشبع أغراءك وشهواتك بأشياء تانية. كل منا إلى طريقه قد مال، وكل واحد عنده خطايا، لكن الرب وضع عليه، على المسيح، على رجل الأحزان، إثم جميعها. ظلم أما هو فتذلل كناعجة صامتة أمام جزها لم يفتح فاه، من الضغطة ومن الدينونة أخذ. نعم، إنه حمل خطاياي وخطاياك على الخشبة لكي يعلن خطة الله التي هي معروفة منذ الأزل، لأنه كما يقول الكتاب المقدس: دم يسوع المسيح معروفا سابقا قبل تأسيس العالم. إنها ليست قصة مكان في زمان فقط، لكنها قصة مخطط الله الذي بان في ملء الزمان. وأخيرا أقول إنها قصة ابن الله وابن الإنسان، قصة ابن الله وابن الإنسان. نعم، كما يقول لنا ميخا في هذا المكان بأنه يتنبأ عن الذي سوف يأتي ويحمل بركات كثيرة في ولادته ببيت لحم أفراتة. يولد في بيت الخبز، إذ هو خبز الحياة، هو الخبز النازل من السماء لكي يعطي للجميع حياة وكل شيء. في أفراتة، في مكان الإثمار، لكن أكثر من كده، أكثر من هيك كتير. يقول عنه: مخارجه منذ القديم، منذ أيام الأزل. من هو هذا الذي مخارجه منذ القديم، منذ أيام الأزل؟ يظن البعض بأن يسوع المسيح وجد عندما ولد من عذراء، لكن الكتاب يعلم بأنه كان موجودا قبل أن يولد. في البدء كان الكلمة، والكلمة كان عند الله، والكلمة كان الله. نعم، فيه حل كل ملء اللاهوت جسديا. لماذا؟ لأن أذن الله الذي تجسد، والكلمة صار جسدا وحل بيننا، ورأينا مجده مجدا كما لوحيد من الآب، مملوءا نعمة وحقا. لأن الناموس بموسى آطية، وأما النعمة والحق فبيسوع المسيح صار. صعب أن نفهم كثير هذا الاتحاد الذي حدث ما بين أن إله يولد، الله الابن الذي كان في حضن الآب منذ الأزل، مكتوب عنه الله لم يره أحد قط، الابن الوحيد الذي هو في حضن الآب، هو الذي خبر، هو الذي كشف عنه. لا يمكن أنك أنت تعرف الله من دون شخص الرب يسوع المسيح، لأن شخص الله لا يمكن أن يرى، لا يمكن أن تعرف عنه شيء.
تبقى مخيل، تبقى أشياء خيالية في ذهنك، لكن بدك تعرف الله ادرس حياة الرب يسوع المسيح، شوف هالشخص الفريد العجيب، لأنه يولد لنا ولد ونعطى ابنا وتكون الرياسة على كتفه، ويدعى اسمه عجيبا، مشيرا، إلها قديا، أبا أبديا، أبو الأبدية، رئيس السلام، وحده وليس سواه، ابن الله وابن الإنسان، 100% الله ومية بالمية إنسان. بتقول مش عم بقدر استوعب، مش ضروري تستوعب، مش كل شيء ما بستوعبه هو مش صحيح، في أشياء كتير ما بقدر استوعبها، في أشياء كتير ما بقدر أفهمها. قصة بيت لحم أحبائي إنها قصة مكان محدد في الزمان، ليس ذلك فقط، لكنها أيضا قصة مخطط الله الذي بان في ملء الزمان، قصة ابن الله وابن الإنسان، وحده وليس سواه يمكن أن يخلص، لأنه ليس اسم آخر قد أعطي تحت السماء بين الناس به ينبغي أن نخلص. بتقول كيف أخلص؟ بكل بساطة بولس الرسول يجيب على ذلك في رومية، وفي رسالة رومية بالتحديد وبالأصحاح العاشر، يقول لأن الكلمة قريبة منك في فمك وفي قلبك. أي كلمة؟ الكلمة التي نكرز بها، كلمة يسوع، إنجيل المسيح، هو خطة الله للخلاص لكل نفس بعيدة، سواء كنت معنا في الصباح، لم تتعرف على شخص الرب يسوع المسيح بعد، أم أنك تسمع عبر الأثير أو عبر الإنترنت أو على التلفزيون، بترجاك في الصباح أنك تفهم مخطط الله للبشرية. قصة بيت لحم هي أعظم قصة عرفها التاريخ، أعظم قصة في الوجود، لأنها ليست فقط قصة مكان في الزمان، لكنها قصة ابن الله وابن الإنسان، من أجل فدائك، من أجل خلاصك وخلاصي، خلاصنا نحن البشر. وبكل بساطة الكتاب يقول إن كنت تؤمن بالرب يسوع المسيح، تؤمن بالرب يسوع المسيح، يجب أن تؤمن به أنه هو الله الذي تجسد، ابن الله الذي جاء وحل في أرضنا، ابن الله الذي ليس سواه يستطيع أن يخلص، لأنه أيضا ابن الإنسان، لهذا تجسد المسيح. إن كنت تؤمن بالرب يسوع المسيح، وماذا أيضا؟ وتعترف بأن الله قد أقامه من الأموات، لأن القلب يؤمن به للبر، والفم يعترف به أو يعترف به للخلاص. لذلك يقول كل من يدعو باسم الرب يخلص. في هذا الصباح إن كنت بكل قلب خاشع أمام الرب، تأتي وتقول له يا رب أنا إنسان خاطئ، أنا إنسان فعلا معجون بالخطية، كلني خطية، أنا لا أخطئ يا رب ومشان هيك أنا خاطئ، لكن يا رب أنا أخطئ لأني إنسان خاطئ، بترجاك عرفت اليوم عن قصة بيت لحم إنها ليست فقط قصة مكان في الزمان، لكنها قصة ابن الله وابن الإنسان الذي جاء ليه لكي يخدم البشرية، كما يقول هو، لأن ابن الإنسان لم يأتي ليخدم بل ليخدم وليبذل نفسه فدية عن كثيرين. هل تقبل هذه الفدية؟ ارفع قلبك له في هذا الصباح، قل له يا رب أنا آتي إليك، أرجوك أن تقبلني، ليس من أجل أي إحسان فيه، بل كرامة للمسيح يسوع الذي أنا اليوم أعلن إيماني به وأعترف بأنه قد قام من الأموات من أجلي. يا بين السماوي، بينما كل رؤوس من حني والكل من يوم مضى، يا بين السماوي نشكرك ونعظمك من أجل قصة بيت لحم. نعم أنه ابن الحزن الذي ولد لكي يكون رجل الأحزان، لكن أحزاننا حملها وأوجاعنا تحملها،
نعم يا رب، نحن إذ رأيناه لم ننظر له فنشتهيه، لم نعتد به، لكن نشكرك لأنك أنت وضعت عليه إثم جميعنا. أصلي يا رب في هذا الصباح حتى أنت تعطي لكل نفس ما زالت بعيدة عنك أن تعرف عجب هذه القصة. ونحن الذين عرفناك يا رب أرجوك أن لا تعطينا أبدا أن نخسر عجب هذه القصة في حياتنا. ساعدنا يا رب دائما أن نشكرك على هذا الخلاص العجيب، وأن ننادي به لكل شخص حتى الجميع يأتوا لمعرفة الخلاص في وجه يسوع المسيح. لك تسقط يا رب هذا الغطاء الذي وضع على أعين أشخاص كثيرة بسبب يا رب إبليس الذي أعمى أذهان غير المؤمنين. ليتك أنت يا رب تعمل وتكمل عملك من خلال رسالتك، وخاصة يا رب في هذه الأيام تعطينا أن نسمع عن أشخاص عديدين يقبلوا الرب يسوع المسيح الذي ولد في بيت لحم ربا ومخلصا على حياتهم. نستودعك نفوسنا في هذا الصباح، رجين أنك أنت تبارك على بقية ما تبقى في هذا الاجتماع. بارك يا رب على عطايانا، على تقديماتنا. بارك يا رب على كل شخص في هذا المكان. بارك خروجنا من هذا المكان، واعطينا يا سيد الرب أن نخبر الجميع عن عجب هذه القصة وعن إنجيلك العظيم الذي به وحده الخلاص. نصلي هذا يا أبانا بالروح القدس، مقدمين لك مع الابن أيضا كل سجود وإكرام إلى أبد الدهور. آمين. ثم بنا معشر المؤمنين إلى بيت لحم نسر مرسلين، عدد فقط من هالترنيمات. هلم بنا معشر المؤمنين إلى بيت لحم نسر. سيد العالمين لنسجد بحب له عابدين، لنسجد بحب له عابدين.